الأستاذة إيناس إبراهيم صالح الخالدي، مملكة البحرين. ثالثا فئة الطالب المتميز، محمد بن عبد القادر بن أحمد عبد الفتاح، المملكة العربية السعودية. البدر بن إبراهيم عبد الله الحميد، المملكة العربية السعودية. عروب خالد عبد الوهاب القرينيس، المملكة العربية السعودية. جمانة عبد الله محمد الجغيمان، المملكة العربية السعودية. سلمان محمد جاسم السندي، مملكة البحرين. ميرزا جعفر زهير، مملكة البحرين. نورة أحمد سعيد جبر عمر الرميحي، دولة قطر. يتفضل مصورو الإعلام بالتقاط الصور التذكارية للمكرمين. يتفضل المكرمون بالعودة إلى أماكنهم، وشكراً لمعالي الدكتور علي عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج على المشاركة في التكريم. ثالثاً منافسات دولة الإمارات العربية المتحدة. أولاً فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، القيادة العامة لشرطة أبو ظبي إدارة التعليم، ويتسلم الجائزة معالي الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الخارجية، عفواً وكيل وزارة الداخلية. فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، المدارس الحكومية المرحلة الأساسية الحلقة الثانية، مدرسة ند الحمر للتعليم الأساسي حلقة ثانية، مدارس إمارة دبي بإدارة الأستاذة فاطمة عبد الملك محمد. المرحلة الثانوية الحلقة الثالثة، مدرسة الشفاء بنت الحارث للتعليم الأساسي حلقة أولى، منطقة الشارقة بإدارة الأستاذة زهرة حمد إبراهيم. ثالثا فئة أفضل بحث تربوي تطبيقي، بحث بعنوان فاعلية برنامج تدريبي لتنمية القراءة الموسيقية لدى طفل الروضة، الباحثة هالة صلاح الدين عبد الحميد
روضة الجيل الجديد، منطقة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم. بحث بعنوان دراسة العوامل المسببة لظاهرة النوم أثناء الحصص وفاعلية استراتيجية تربوية لعلاجها. الباحث ناصر حامد موسى الحمادنة، مدرسة أبوظبي للتعليم الثانوي، منطقة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم. رابعاً، فئة الاختصاصي الاجتماعي النفسي المتميز. الأستاذ أيمن فتحي الجندي، مدرسة الشروق الخاصة، مدارس إمارة دبي. الدكتور محمد أحمد عبد العزيز سيد أحمد، مدرسة طحنون بن محمد للتعليم الأساسي، حلقة ثانية، منطقة العين ومجلس أبوظبي للتعليم. الأستاذة عائشة علي سعيد محمد اليماحي، مدرسة الطويين للتعليم الأساسي والثانوي للبنات، منطقة الفجيرة. خامساً، فئة الأسرة المتميزة. أسرة السيد هيثم مظفر محمد جمال الدين، المدرسة المتحدة الخاصة، منطقة العين ومجلس أبوظبي للتعليم. أسرة السيد محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، مدرسة الوشاح، حلقة ثانية، منطقة الشارقة. سادساً، فئة المعلم المتميز. المدارس الحكومية المرحلة الأساسية المستوى الأول. الأستاذة خولة مسعود عامر الغيثي، مدرسة عمورية للتعليم الأساسي، حلقة أولى، منطقة العين ومجلس أبوظبي للتعليم. المرحلة الثانوية المستوى الخامس. الأستاذة دلال عبيد جمعة علي العبدولي، مدرسة جميلة بحيرد للتعليم الثانوي، منطقة الشارقة الشرقية. التعليم النموذجي المرحلة الأساسية المستوى الأول. الأستاذة فاطمة عبيد محمد حسن المراشدة، مدرسة الفرقان النموذجية للتعليم الأساسي، حلقة أولى، منطقة الشارقة الشرقية. المرحلة الثانوية المستوى الخامس. الأستاذ أيمن مأمون عبد المولى النجار، مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية، مدارس إمارة دبي. سابعاً، فئة الطالب المتميز. منافسات التعليم العالي الطالب الجامعي. حازم الغبرة، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، كلية الهندسة. أمينة بالقاضي، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، كلية الهندسة. دينا يسري أحمد محمود عطية، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، كلية الهندسة. سارة بشير هشام تمراز، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، كلية الهندسة. شعبان الكيلاني عاشور، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، كلية الهندسة. تماظر محمد النور البشري الخضر، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، كلية الهندسة. إيمان
عثمان وجيه سليم حسن، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الهندسة. غادة محمد الحسين، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، كلية الهندسة. تعليم الكبار المرحلة الأساسية الحلقة الأولى. الدارسة نادية محمد شريف، الصف الأول التكميلي، مركز التنمية لتعليم الكبار، مدارس إمارة دبي. المرحلة الثانوية الحلقة الثالثة. الدارسة فهيمة علي زيني، الصف العاشر، مركز التنمية لتعليم الكبار، مدارس إمارة دبي. الدارس الأكبر سناً، شيخ علي محمد العبدولي، الصف الثامن، مركز دبا للإناث، منطقة الفجيرة. عيدة سلمان محمد المزروعي، الصف السابع، مركز مدينة زايد لتعليم الكبار إناث، منطقة الغربية، ومجلس أبو ظبي للتعليم. المدارس الحكومية المرحلة الثانوية المستوى الخامس. أحمد محمد أحمد حمدان، الصف العاشر، مدرسة أبو ظبي للتعليم.